ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. المباراة سوف تنطلق يا الأحبة الكرام، يلعب في هذه اللحظات بين فنجان العماني وبين النجم اللبناني، بينما هنا مباراة الجيش السوري ونادي الكويت الكويتي في إطار منافسات هذه البطولة يا الأحبة الكرام. طبعا تألق للأندية العربية خصوصا وأن معظم الأندية في المجموعات الغربية هي مجموعات عربية أو تضم أندية عربية، والجيش والقادسية والشرطة والحد والوحدة والرفاع وأربيل وشباب الأردن، هذه الأندية العربية التي تنتمي مع أربيل العراقي والجيش السوري مع الكويت الكويتي في هذا اللقاء. والأحبة الكرام، أن يعني الكرة كانت للاعبي نادي الكويت، ولكن وليد علي هنا الذي يتعرض الإصابة والتدخل بالفعل، تدخل كان قوي، تدخل كان قوي جدا من لاعب نادي الجيش السوري اللاعب محمد السا في هذه المباراة. والأحبة الكرام، التسلل الثالث في هذا اللقاء وهو الأول على نادي الجيش على اللاعب محمد حمدكو. كرة تلعب الكويت في الجانب الأيمن، هنا التمرير وليد علي عنده الكرة، وليد يحاول أن يمر، هنالك عرقلة ولكن حكم اللقاء لم يصفر عن وجود خطأ حيثما سقط اللاعب عصام جمعة اللاعب التونسي الذي سقط في الكرة الماضية. صعوبة هذه الكرة باتجاه اللاعب حسين حكيم ولكن مقطوعة تصل لنادي الجيش، ولا التمرير المحاولة داخل منطقة الجزاء، محاولة المرور البحث عن زميل للتمهيد في كرة ربما تسدد، هنا التسديدة كرة حارس المرمى أبعد الكرة، شهد الكرة وشهد التسديد من لاعب الزعيم، لكن حارس العميد هو من يتمكن في التصدي للكرة الأخيرة. من هذا الشوط الأول من هذه المباراة والأحبة الكرام لم نشاهد إلا هدف، إلا فرصة وحيدة، يعني يا ريت هدف، كانت فرصة وحيدة فقط، أتمنى أن نشاهد هدف لأي من الفريقين حقا الكويت أو كذلك للجيش، لم نشاهد إلا فرصة واحدة، بينما هنا تدخل كان عنيف في الكرة الماضية وحكم اللقاء. إذن هل سينذر اللاعب هادي خميس؟ بالفعل بطاقة صفراء لهادي خميس نظير التدخل في الكرة الماضية، شاهدون هادي خميس والتدخل الذي كان موجود في الكرة الماضية، ذكرت بأننا لم نشاهد إلا فرصة واحدة الآن في هذا اللقاء. تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية لكن الكرة مقطوعة وتعود مرتدة للكويت، انطلاق الآن في الوسط ولكن أيضا سقوط وصفر وخطأ يقول حكم اللقاء في هذه اللحظات لمصلحة هذا اللاعب الذي سقط فوق أرضية الملعب، اللاعب فهد أو أحمد ومن سقط في الكرة الماضية. في اليسرى هنا محاولة تقدم لعب الكرة العرضية، عرضية بالفعل تأتي لكن التغطية الدفاعية حاضرة والكرة بعد ذلك تصل في الجهة اليسرى، يا سلام ممتازة الكرة عرضية لكن خروج لحارس المرمى، محاولة التسديد، هنا التسديد محمد حمدكو، عدنان طاكي يطلب الكرة، وصلت الكرة في الجهة اليمنى ممتازة، انطلاقة من عدنان يسدد ولكن الدفاع يتصدى والكرة إلى خارج الملعب، ركنية ممتازة حمدكو والتسديدة بعد ذلك، هنا التمرير وهنا الانطلاقة والتمركز قبلها بعد ذلك التسديد ومن ثم التصدي من اللاعب المدافع. الكرة لنادي الجيش، محمد حمدكو يلعب الكرة ممتازة في الجهة اليمنى لكن أيضا التغطية من مدافع نادي الكويت، تعود الكرة من جديد، محمد حمدكو يمرر يطلب الكرة مجددا، وصلت عند محمد شريف ولكن مقطوعة من أمامه، تعود لنادي الكويت، الجيش أفضل، الجيش أسرع، الجيش أخطر في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، وفي الدقائق الأربعة التي مضت من هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء جاء وجماهير النجمة تنتظر في مباراة أخرى. كرة وانطلاقة، محاولة موجودة لمصلحة نادي الكويت، ملعوبة الكرة في الرواق الأيسر، بعد ذلك التمرير الباحث عن زميل، عودة بالكرة إلى روجيرو، يلعب لك كرة ممتازة في الجهة اليمنى، فرصة الكويت، عرضية عالية، هنا الرأسية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كنت أتحدث عن المجموعات في شرق آسيا والأحبة الكرام، المجموعة الخامسة بيراسيبورا جايبورا، الفريق الأندونيسي يتصدر بسبع نقاط، إخوة تشيرش الهندي ست نقاط، نيوراجينت بثلاث نقاط وهم يونايتد بنقطة واحدة، هانوي تي تي تسع نقاط في المجموعة السادسة، أريما إندونيسيا سبع نقاط، سيلانغو من سيتأهل من سيفوز في بطولة وكما ذكرت عربية دائما ما تكون، كرة تصل الكويت، سقوط وحكم اللقاء في هذا اللقاء، شاهد الكرة التي أصيب من خلالها لاعب نادي الجيش والاصطدام الذي حصل بين اللاعبين، بين اللاعب هادي خميس وبين اللاعب سعد الأحمد.
إصابة الآن تأتي. نتمنى السلامة للاعب الذي غادر أرضية الملعب محمد علي، ولا نتمناها كذلك لسعد الأحمد ولكل اللاعبين حقة في هذا اللقاء. خطأ لنادي الكويت ورمية جانبية، رمية الكرة، روجيرو يتقدم، روجيرو يلعب الكرة إلى اللاعب عصام جمعة، عصام ولكن الكرة مقطوعة الجيش صفر وخطأ في هذه اللحظات عند اللاعب حسن حكيمي. رحب الكرام اللاعب حسين حكيم على سمير بلال اللاعب البديل، بينما هنا الخطأ سيلعب والكرة والتسديدة ممتازة، تصدي من حارس المرمى، تعود من جديد لنفسه، يقول جول العميد العميد، يسجل أول أهداف بعد طول انتظار، نشاهد الهدف الأول لنادي الكويت. عاد الكويت، هنا الكرة، هنا التسديدة القوية، هنا البداية بعدها الثانية ومن ثم النهاية بعد عرضية هذه خميس إلى عصام جمعة، بدأ حسين حكيم، تصدى لها طه موسى، عادت إلى هذه خميس راسية، كانت من المتابعة اللاعب التونسي من الهداف الذي لا يضيع مثل هذه الفرص، من الهداف الذي يتمركز جيدا في مثل هذه الكرات، من الهداف الذي لديه حس تهديفي كبير. أتحدث هنا عن عصام جمعة صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء. العميد يسجل في الزعيم، الكويت يسجل في الجيش. كرة مقطوعة تصل من جديد لمصلحة نادي الكويت، انطلاقة الآن تأتي، عصام جمعة، عصام يمر، عصام يحاول أن يسدد، والتسديدة تأتي من روجيرو، ولكن كرة روجيرو سالة. تحدث، فاز بكأس الاتحاد الآسيوي 3 مرات، تتحدث عن بطولات، تتحدث عن أمجاد لفريق اسمه العميد، لفريق اسمه الفريق العاصمي. كرة تصل، انطلاقة، تسديدة من عصام جمعة، سدد لكرة، مباريات متعة ما بعدها متعة، تاريخيا كانت للكويت وللمنتخب الكويتي، يعني من يتحدث. روجيرو يحاول أن يمر، يبحث عن زميل، روجيرو يمر من الثاني مرة أخرى، الكرة مطلوبة في الجهة اليمنى، ممتازة هذه الكرة، ممتازة، عرضية، جول، لكن لا، تسلل، نعم تسلل موجود، رايا ركل من الحكم المساعد الثاني، شاهد هنا الكرة وشاهد عصام جمعة، هل هناك تسلل؟ الكرة لم تكن يعني تسبق اللاعب عصام جمعة عندما مررت من الجهة اليمنى، الكرة بعد ذلك التسديد، الكرة تصل من جديد لمصلحة نادي الجيش في الجانب الأيمن، كرة وصلت من الجهة اليمنى، بحث مستمر عن هدف ثان بالنسبة لنادي الكويت، وتكرار نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها نادي الكويت بهدفين نظيفين. كرة ممتازة إلى عصام جمعة، يحاول جمعة، يسدد ولكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى لنادي الجيش في هذه اللحظات، ركلة مرمى لنادي الجيش في هذه اللحظات. شاهد الكرة والتمريرة ممتازة، كانت الكرة الماضية من عبدالله البريكي باتجاه اللاعب عند الكرة، العنازي لديه الكرة، التمريرة ممتازة لعصام جمعة، يبحث عن زميل، جمعة يلعب له كرة في الرواق الأيسر مرة أخرى لنادي الكويت، والتسديدة لافة، حارس المرمى يلمس الكرة، وفي الأخير نادي الكويت على يسار حارس المرمى، عرضية تمشي عالية بعد ذلك راسية، هنا الفرصة، يا سلام، آه يا عصام، على طريقة جاره رابح ماجر، نعم عصام جمعة يسجل الهدف الثاني بطريقة هي تسجل باسم عصام، ولكن بكرة مقلدة لكرة من رابح ماجر. يا سلام على الهدف الثاني، يا روعتك يا عصام، عصام يسجل الثاني بطريقة جميلة، هو الهداف، هو اللاعب المتميز في صفوف نادي الكويت، وبهذه الطريقة يا له من هدف من عصام جمعة، يضيف الثاني لنادي الكويت، والثاني بشكل ثاني. أيها الأحبة الكرام، الآن انتهى، ننتظر صافرة حكم اللقاء، والآن بالفعل تأتي صافرة حكم هذه المباراة، الحكم الباكستاني. والأحبة الكرام،
بفوز مستحق لنادي الكويت الكويتي على حساب نادي الجيش السوري بنتيجة هدفين نظيفين، وهي نفسها نفس مباراة الذهاب، وبالتالي الكويت يرفع من رصيده إلى 9 نقاط والجيش يتجمد رصيده عند النقطتين في المركز الأخير.